انت شايف قرار مجلس الاداره كان في محله؟ كنا بنتكلم على وجود هذا المدرب في هذا التوقيت بهذه الخبرات، ده كان مهم جدا، وتعامل اصلا مجلس الاداره مع ملف عدم التجديد لبايلر والاستغناء او يعني شكره على المجهود اللي عمله، وفي خلال ساعات كان موجود مدير فني بهذا السي في علشان ما يحصلش عمليه انتقاليه ممكن جدا تهز شويه من اللعيبه او ثقه اللعيبه. هو اصله يعني تغيير المدربين ده وارد، يعني حاجه يعني طبيعي بتحصل في الكوره، بس عندنا في مصر بزياده شويه. لا لكن يعني فايلر طبعا انا ما استريحتلوش، عمري ما استريحتله فعلا. والله ده كان كلام حضرتك في مع بدايه مجيئه لمصر من اول فعلاً؟ يوم من اول يوم يعني مش تراست وورثي، مش يعني مش حاسس مش واثق فيه من أنهي جهة؟ مع أنه على المستوى الفني كان بيأدي بشكل كويس، خاصة قبل كورونا يعني. يأدي كويس، هو أصله ما فيش حد يجي مع الأهلي ويفشل، أنت ما تعرفش تفشل مع الأهلي، لأن الأهلي منظومة تنجح يعني. وأنت ترس، أنت لاعب ولا مدرب ولا إداري ولا في المنظومة دي، أنت ترس في هذه المنظومة، فيعني المنظومة العجلة دايرة، التروس كلها بتدور بتدور بتدور، فبتدور بعضها. فهو يعني محظوظ انه جه في النادي الاهلي في الوقت ده، انما انا يعني ما بطعنش في كفاءته طبعا، لان هو مؤكد انه مدرب كويس والا ما كانش الاهلي اتعاقد معاه. لكن هو از ا بيرسون بقى كشخص مش كويس، لانه يعني مش صريح، تحس انه هو يعني بيكلمك وهو بيتفق مش عارف فين، مش عارف بيقول ايه وهو مخه حاجه تانية، مش واضح. كان في عدم تركيز في الفترة الأخيرة، كان في عدم تركيز، ما هو عدم التركيز ده نتيجة ان هو دماغه شغالة في حتت تانية بره، يعني مش يعني عايز يمشي. وبعدين احيانا بتكون المدرب بيبقى عنده ضغوط أسرية، انا مش عايز اظلمه، ممكن يكون مثلا عنده ضغوط حاجات خاصة انا ما اعرفهاش، شخصية تخليه يمشي. يعني طبعا هو حر يعني. لكن يعني انا ما كنتش يعني مستريح له قوي. الراجل ده رغم انه يعني دخل قلبنا بدري، رغم انه هو مش ما عادش كتير مسلم.